ازيك شباب، معاكم مازن ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله شباب هنتكلم عن ماب تبرع عربي. طبعا شباب الماب ده عرفت اجيب منه روبوكس كتير جدا، وقبل ما نبدا الفيديو يا ريت تكون عامل لايك وسبسكرايب وكومنت وشير، ويلا نبدا في الفيديو. طبعا شباب زي ما انتم شايفين اهو، ده اسم ماب، اسم ماب تكفى تبرع عليه روبوكس العرب. تمام، فكرة الماب ببساطة شباب ان هو ماب زي بليز دونيت بالظبط، اللي هو الماب الاجنبي بس هو بالعربي، لان الناس مثلا ان هم ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي وكده يقدروا يجيبوا روبوكس بطريقة اسهل من الماب الانجليزي. تمام، ما شاء الله برضو الماب متفاعل، لان في 1150 واحد دلوقتي بيلعب الماب ده، فما شاء الله الماب يعتبر متفاعل جدا، ولسه معمول له ابديت من ساعتين، فيعتبر برضو صاحب الماب عمال يعمل ابديتات وتحديثات في كل شوية، وما شاء الله 10 مليون فيزيت، فما شاء الله يعني الماب متفاعل جدا. طبعا شباب اسم صاحب الماب دحوم تقريبا، هو صاحب الماب اسمه دحوم والجروب اسمه دحوم برضه، فماشي اهو زي ما انتم شايفينه. تمام، وده البروفايل بتاع صاحب الماب. تمام، ما شاء الله برضه الماب ما شاء الله يعني ماب مشهور جدا. ايه ده صاحب الماب بيلعب مابه؟ طب استنى ادخل معايا لو نقدر. يا نهار ابيض، عرفت ندخل مع صاحب الماب اهو، الموضوع سهل جدا يا جماعه، انا عرفت ادخل مع صاحب الماب في وقت قليل قوي. سبحان الله على الصدفه. استنوا كمان اهو، فين فين صاحب الماب؟ فين فين فين؟ اهو هناك اهو، يلا ظهرت على الفيديو. خرج اهو، ماشي مش مشكلة. المهم هو يعني ظهر على الفيديو اهو بسهولة. المهم نكمل الموضوع زي ما انتم شايفين. قدامنا هنا اكتر من حاجة، قدامنا اول حاجة الجروب بتاعه، وما شاء الله ده جروب بيقول هو كان وصل 35 دلوقتي بقى 50,000 ما شاء الله. بيقول هنا ايه، عندما احد يتبرع لك يجب عليك الانتظار من 5 لـ7 ايام كحد اقصى وصول الروبوكس بتاعك، يعني يوصل للاكونت بتاعك. تمام، وقدامنا هنا بقى الاستاندات الطبيعيه جدا. تمام، في اكتر من نوع ستاند هوريها لكم كله. تمام، احنا عملنا كليم للستاند اهو، في اكتر من شكل ونوع. تمام، في حاجات بقى اللي هو ايه النوع، الانواع دي طبعا مش كتير قوي، بس اظن هيحطوا في مستقبل الستاندات اكتر. بقى قدامنا ثلاثه، اول واحد لما انت تيجي تتبرع على حد باكتر من 500 روبوكس. تمام، وفي اللي هو بتاع 1500 روبوكس، وفي واحد بتاع 3000 روبوكس. تمام، وممكن تغير اللون، تخليه اي لون انت في بالك حرفيا، يعني ممكن تخليه اي درجه حتى بتاعت اللون، يعني مثلا ممكن نخليه مثلا احمر مثلا، درجه اللون كده. تمام كده ماشي، اي درجه لون في بالي واخد بالك انت، مثلا كده بوز اوقات ماشي اهو، ثانيه اهو زي ما شايفين درجه اللون مش الاخضر اللي هو فاقع زي ده كده، لا واخد بالك انت، فكان دي الفكره يعني. وقدامنا بقى ايه، قدامنا هنا اكبر متبرع واكبر واحد جمع روبوكس وتبرعات مباشره، واه في واحد اهو لسه متبرع لوحده ب 100 روبوكس ما شاء الله. المهم دلوقتي قدامنا هنا ايه، اكبر متبرع، قدامنا هنا دحوم، بعديها قدامنا طلال، بعديها قدامنا الاسماء دي مش عارف انطقها كلها. دحوم اللي هو صاحب الماب اللي احنا لسه شايفينه من 5 ثواني تقريبا. قدامنا هنا مين؟ قدامنا طلال اللي هو صاحب ماب برضو، او بيعتبر واحد شغال على الماب يعني. تمام، يما اول مره جاب مشهور، واو. المهم وقدامنا هنا اكبر ناس جمعوا روبوكس، دول ما شاء الله تقول لهم ما شاء الله قبل ما تقرا اللي جمعوه. واحد جمع 66,000، وده عندي على الاكونت فريند يعني، وده واحد جمع 57,000، واحد جاب 47,000. بيقول هنا ايه، حطوا لايك واشتراك، صح والله والله بجد والله، انت فكرتني يا جماعه، اشتركوا بالله عليكم يا جماعه، عايزين نوصل بقى 20,000 ان شاء الله، نوصل 20,000 ممكن اعمل لايف، او هنعمل لايف ان شاء الله نوزع فيها روبوكس وكل الكلام ده. وعندنا برضو انس المصري ده صاحبي عندي، ما شاء الله مجمع 40,000 روبوكس، فما شاء الله يعني. استنى نقول له حبيبي والله ما ينفعش كده، الواد ده ان شاء الله نظبطنا على الاخر، فلازم نقول له حبيبي والله. المهم قدامنا بقى علامة الدول العربية، الجزائر، لبنان، الأردن، العراق، فلسطين، سوريا، ليبيا، مصر، مغرب، السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، بحرين، عمان، يمن، تونس، السودان. في كام دولة ناقصة زي جزر القمر، وناقص برضو دولة زي اسمها ايه دي، الصومال وموريتانيا، ففي دول ناقصة يعني، لو سمحت زود الدول، الدول العربية يعني. المهم قدامنا بقى هنا ايه، قدامنا حاجة اسمها المتجر، قدامنا متجر تقريبا بيبيع حاجات كتير جدا، بيبيع المسجل، وبيبيع الفي اي بي، وبيبيع المال مسدس، مش فاهم يعني ايه بس. تمام، قدامنا هنا ايه، قدامنا اللي هو متجر متحرك،
وطاولة زرقاء وطاولة خضراء وطاولة ثلجية، تمام؟ أسماء غريبة بس تمام. قدام تقريبا شايف في اي بي ده بيديك ايه؟ بيديك لقب اسمه في اي بي قدام راسك زي ما انت شايفين. انا دلوقتي فوق اسمي مكتوب انفلونسر، يعني بيعمل فيديوهات على ايه يوتيوب والكلام ده كله. وقدامنا ايه؟ مكتوب بجانب الشات بقى المفروض مكتوب جنبك في اي بي، المفروض بقى ليك طاولة مكتوب عليها في اي بي، او هي طاولة الفي اي بي، ومطرقة ذهبية. وتقريبا المطرقة الذهبية هنلاقي شكلها هنا، تمام؟ فيلا ندخل المتجر دلوقتي. تمام اهو قدامنا هي بتاعة التلجية دي تقريبا ب 150، وتقريبا والله اعلم دي بتاعة الفي اي بي لو حاولت تشتريها دلوقتي. ايوه هي دي المطرقة الذهبية اللي هو بيستخدمها دي، تمام؟ فممكن تشتري في اي بي، انا مش هشتريه صراحة. ماشي اهو دي المطرقة الذهبية، بتعمل صوت عالي صراحة. ماشي شكرا والله جبت لي صداع. المهم شكرا والله يا فنان. المهم وانت ممكن تشتري بقى البتاع ده ب 70 روبوكس اهو زي ما انت شايفين اهو، فجامد جدا صراحه. في بقى اللي هو البوم ار، بوم ارم ايه اللي هو البوم بوكس ده تقدر تتكلم وكده. المهم قدامنا بقى البتاع ده برضو اللي هو المفروض يا ابني مش عارف اشوف حاجه بيضرب بالبتاع ده. ماشي وفي هنا بقى مسدس فلوس، وفي بقى اللي هو بتاع اللي عمال يغلز علينا بيها دي. كفايه بالله عليك، كفايه والله كفايه يا عم. في طبعا شايف برضو اعدادات وكده بقى، عشان مثلا لو انت عايز تقفل مثلا موسيقى وكده. رغم ما فيش اصلا موسيقى بس تمام يعني. وفي مسجل الصوت عشان لو حد مثلا مشغل اغاني وصوته عالي مثلا وانت عايز توطي الصوت وكده، او بيغلس مثلا بيشغل اغنيه بتوجع الودن وكده هتدوس عليها وتقفلها. وفي بقى وضعيه الليل زي ما انتم شايفين اهو كده بالليل، وصراحه بالليل تحسها رايقه كده واضواء مظبطه الدنيا، لكن هنخليها الصبح يعني عشان بنصور وكده، تمام؟ وقدامنا مثلا ايه؟ قدامنا برضه شرح للماب، في قوانين ماشي، ممنوع السب والشتايم ممنوع يعني، وممنوع الاسبام، ممنوع الكذب والنصب، ممنوع الهاك استعمال الهاك يعني، وممنوع التهديد، تمام؟ وقدامنا مثلا طريقه اضافه متجر، تمام؟ حرفيا هتروح تدوس على كلمه كليم او الاستخدام وخلاص يعني. لكن انا طبعا شايف عامل شرح يعني واضح كل حاجه عشان تضيف الزرار اللي هو بتاع التبرع لو ما عندكش زرار التبرع يعني. المهم بيقولوا لي تقريبا هنا عارف ولا بصور، فايوه ايوه بالظبط، اعملوا لايك واشتراك كل حاجه. خامس مره اقول لكم. المهم تمام قدامنا هنا ايه؟ قدامنا هنا شباب التبرع النووي. مش ايه التبرع النووي، اسم غريب قوي. المهم يعني هنا عباره عن ايه؟ قنبله حرفيا، لما تتبرع باكتر من 500 روبوكس هتلاقي كده ايه؟ قنبله في السماء كده نازله في نص الماب كده، تمام؟ بدي ايه فكرتها بقى؟ فكرتها ايه؟ انها بتعمل كده تفجير جامد كده، مش عارف اشرح والله، بس يعني هطلع لكم صوره. المهم فايه اول ما تتبرع من اكتر من 500 روبوكس هتلاقي بقى الحركه اللي بتوجع العين دي. وتقريبا شباب ده ستاند بتاع الفي اي بي، تمام؟ ما شاء الله الواد ده مجمع 10000 روبوكس اللي هو اسيم ده، ما شاء الله ممكن نديه 2 روبوكس، ممكن يجيب لنا مليون روبوكس ولا حاجه. ماشي اتفضل يا اسيم. ماشي ماشي. المهم برضو كان قدامنا هي الحاجتين دول اللي هو الستاندين دول، ده واحد ب 80 وواحد ب 50، ما شاء الله يعني ناب حلو صراحه. وعندنا تقريبا وضع شباب اللي هو وضع الهديه، ممكن تدي حد هديه. صح ممكن قبل مثلا قبل ما نشرح الموضوع ده، لو حد عندك فريند مثلا وهو بعيد عنك ممكن تعمل كده، تمام؟ وتعمل تليبورت ليه، واخد بالك؟ انت رحت عملت تليبورت اهو ليه، مش فاهم بيتكلموا في ايه دول، تقريبا بيتكلموا ازاي يجيبوا مليونات الروبوكس. ماشي يلا ازاي يجيبوا؟ ده بيشحتوا منه. طيب ماشي ممكن بقى نبعت هديه لاي حد، ممكن مثلا نكتب اسم صاحب الماب اسمه ايه. ماشي دحوم 916، تمام؟ ممكن نبعت له بقى روبوكس كل حاجه، ما اظنش هو محتاج روبوكس يعني مننا بس تمام. تقريبا ممكن ابعت له مثلا يا عم هبعت لك 3 روبوكس بحاله، 3 روبوكس بحاله، متخيل الرقم؟ انا طيب جدا اهو. يلا اتفضل 3 روبوكس، احسن 3 روبوكس في حياتك. طبعا انا شايف كنت عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، انك مثلا لو حد دلوقتي اتبرع لك مثلا ب 100 روبوكس انت هيجي لك 60 روبوكس، تمام؟ لان الروبوكس تقريبا بتاخد 30% وصاحب ماب بياخد 10%. طبعا شايف دي مش حاجه هو يقدر يتحكم بيها اصلا، لكن ده على طول اوتوماتيك في اي ماب تبرع يعني. حتى بليز دونيت انت بتاخد حرفيا 60% وصاحب ماب وروبوكس بياخدوا 40%، فدي الفكره يعني. وبرده هنا في مثلا اللي هو تبرعات مباشره، لو تبرعت حد مثلا دلوقتي مثلا نشوف اقرب ستاند ايه بالنسبه لنا، مثلا الولد ده تمام معهوش روبوكس كتير يعني، انا بتبرع له مثلا ب 5 روبوكس، تمام؟ حلو قوي. ونقف هنا تمام، المفروض هيطلع اسمي لما اتبرع له، فيلا نشوف كده هيطلع اسمي امتى. 1 hour later. ليه يا صاحب ماب يعني؟ ليه يا صاحب ماب عملت فيا كده؟ ليه يعني؟ انا عملت ايه في حياتي عشان ما يطلعش اسمي؟ رغم والله جربت قبل كده كانت شغاله عادي، بس ماشي انا بتبرع ب 2 روبوكس يا عم، نجرب تاني. انا عايز اشوف هتشتغل ولا لا، يلا بينا. ممكن اكون ما شفتهاش ولا حاجه، بس ماشي يلا نجرب تاني. أو اتبرعت ب 2 روبوكس لميسي. ماشي يلا اهو
طلع اتنين روبوكس بتاعت واحده، يلا فين الاتنين روبوكس؟ ايوه اهو اهو اهو، طلع شغال، طلع شغال تقريبا، انا ما شفتهاش اهو زي ما انتم شايفين، اتبرعت باتنين روبوكس لمصطفى الحمد لله. ما هي شغاله اهو يا عم. اه واحد شاب زي ما قلت لكم هو مشغل اغنيه بصوت عالي جدا وجاب لي صداع، لا اغنيه كلام فيها كلام مش تمام تقريبا يعني. فماشي ماشي الحمد لله قفلنا بس الصوت كده. طبعا دي شباب مشكله البوم بوكس اللي هو متضاف في اللعبه يعني، بس ماشي انت ممكن تعمل ميوت للصوت يعني الحمد لله. فتدري ان انا في مسرح كده، ممكن نقف في المسرح ونقول خطاب جميل جدا. عايز اقول كلام يا شباب لو سمحتوا، كله يقف في مكانه، كله يقف في مكانه، ماشي كله يقف في مكانه لو سمحتوا. طب ما حدش سامعني اصلا بس تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحد يقول لي بليز مازن 5 روبوكس، بليز بليز 5 روبوكس مازن بليز، ده عامل سبام. تفتكر بجد هتديك روبوكس وانت عامل سبام كده؟ طبعا شايف ده مش اعلان اصلا، لان صاحب الماب ولا يعرف اصلا هصور يعني عن الماب. ما شاء الله انا مت ماشي، ما اعرفش انا هصور عن الماب اصلا، بس راح عجبني الماب فحبيت اتكلم عنه. وتقريبا في مكان سري هناك انا عايز اعرف هو ماله ده، تقريبا مكان سري تقريبا كده ولا ايه، جزيره سريه تقريبا. فبس كده يا شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وسلام.